فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نعلم أن للمؤذنين فضلا عظيما لما ورد في ذلك من النصوص، فهل للإمام فضل أيضا؟ وإذا خير الإنسان بين هذين الأمرين فأيهما أفضل بالنسبة له؟ اختلف العلماء أيهما أفضل، الأذان أو الإمامة، على قولين. بعضهم رجح أن الإمام أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، دل على أن الإمامة أفضل. بعضهم رجح أن المؤذن أفضل لما ورد فيه من الأحاديث التي تدل على فضل الإمام المؤذن، تدل على فضل الأذان. نعم، المسألة خلافية، الأمر سهل في هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.